الخير، النهاردة عاملة لكم كيكة الحليب والكراميل أو زي ما بيسموها التريليتشا. الكيكة دي مناسبة جدا للناس اللي ما بتحبش الشوكولاتة أو الشوكولاتة بتعملها حساسية، هتعجبهم جدا ومكوناتها أسهل منها مفيش. هتجيبي كوباية إلا ربع سكر، 3 بيضات، كوباية دقيق. كوباية الدقيق هترش تحط عليها معلقة صغيرة بيكنج باودر ورشة ملح، وهتجيبي كيسين فانيليا تحطهم على ال3 بيضات بتوعنا، وتبتدي بالمضرب تضربي بقى البيض، وتنزلي بكوباية الا ربع سكر شوية شوية مش مرة واحدة علشان السكر يدوب معاكي صح، وتضربيهم بالمضرب صح علشان يبقى عامل معاكي زي الكريمة السايلة. تنزلي بعد كده بالدقيق برضو شوية شوية مش مرة واحدة، وزي ما انتوا واخدين لبالكم انا اول ما هبتدي انزل الدقيق هوقف المضرب. ليه؟ انا عايزة ادوب الدقيق مع الخليط بس يدوب كده، يعني انزل بالدقيق حبه حبه واديله تقليبه يدوب يدوب بس مع الخليط، لانك لو شغلت المضرب في الوصفه دي الكيكه هتطلع معاكي زي العيش، مش هتطلع معاكي سفنجيه وهشه. فيدوب زي ما انت شايفه تديله تقليبه خفيفه، او ممكن تشغلي المضرب يدوب قيمه ثواني تدوبي الدقيق بس. هتجيبي الصينيه طبعا اللي هتدخليها الفرن، هتدينيها معلقه زبده او سمنه وترش عليها رشه دقيق، وتنزلي بخليط الكيكه بتاعك على في الصينيه، وتدخليها الفرن قيمه 1/3 ساعة بالظبط، وتعمليها بسكينه او اي خل عندك تشوفيها استوت ولا لا. بعد 1/3 ساعة لو لقيتيها استوت تطلعيها على طول. طريقه الحليب بقى بتاعتنا، هتجيبي 2 كوباية لبن وكوبايه كريمه حلويات. ما عندكيش كوبايه كريمه حلويات اعملي 3 كوبايات لبن هيدي نفس النتيجه، هي بس كريمه الحلويات بتدي طعم احلى شويه. وهتضيفي عليهم 1/4 كوباية سكر وتقلبيهم وتسيبيه في الاخر، لان الخليط ده هو ده اللي هنسقي بيه الكيكه. تعالوا بقى صوص الكراميل. هنحط 1/4 كوباية سكر على النار من غير ولا اي حاجه، وما تلمسيهاش عشان السكر لو قلبتيه هيكلكع منك او هيحجر. تسيبيه لحد ما يديك اللون ده، اول ما يبتدي يبقى معاكي لون زي كده تقومي نازله بمعلقه زبده كبيره تدوبيها مع الكراميل. امشوا بالطريقه دي يا صح يا جماعه علشان تطلع معاكم مظبوطه. هتدوبي معلقه الزبده مع الكراميل، وتنزلي عليهم بكوبايه لبن او كوبايه كريمه حلويات زي ما قلت لكم الموجود تستخدموه. انا نزلت بكوبايه كريمه حلويات كانت موجوده عندي، وابتديت اقلب. طبعا هيبتدي يكلكع معاكي وهتفتكري باظ، لا ابتدي قلبي قلبي بقى على النار لحد ما يبتدي كل السكر المتكرمل يدوب معاكي، ويبقى معاكي صوص كريمه جميل جدا. مش عايزه اقول لكم على ريحته عامله ازاي، يعني لما تعملوا الوصفه دي بالطريقه دي الريحه جميله. انا ابتديت اقلب اهو على النار فتره لحد ما كل اللبن والزبده وكله تجانس مع الكراميل وابتدى يدوب زي ما انت شايفه. اهم حاجه تبقي مغطيه النار وما تخلوش يبقى لونه غامق منك، وما تخلوش كمان يتخن منك، لان هو كده كده لما هيبرد هيتقل معاكي، فانت ما تقلوش على النار، خليه سايل يعني اديله فتره كده. اول ما يبتدي يغلي معاكي ويدوب وتحس ان هو كل حاجه دابت اطفي عليه على طول، ما تسيبوش يتخن. بس انا سبته شويه عشان كنت بصور الصراحه فتخن مني، فنزلته طبعا طفيته من النار ونزلته. انا ماشيه معاكم خطوه خطوه بالراحه، لان صوص الكراميل ده لازم نمشي فيه خطوه خطوه صح. ابتديت بقى اصفيه، جبت مصفه صفيت صوص الكراميل عشان لو في اي سكر ما دابش معاكي ما ينزلش معاكي على الكيكه. تصفيه بمصفه زي ما انت شايفه كده. انا صفيته وطلع ريحته يا جماعه، صدقوني ريحته قلبت المطبخ عندي جميله وطعمه لذيذ. وبصي صوص كراميل بالظبط، بس تخن مني شويه، انتوا ما تخلوش يتخن منكم. ده بقى كريم شانتيه انا كنت مجهزاه قبل ما اعمل الكيكه، هنستخدمه طبعا في وصفتنا النهارده. طبعا كريم شانتيه طريقته معروفه وسهله جدا، بتضربيه في 1/2 كوباية لبن الكريم شانتيه لحد ما يبقى معاكي كريمه. ده شكل الكيكه بقى بعد ما طلع من الفرن، شفت شكلها عامل ازاي. بتبتدي تخرميها بقى، تعملي اخرام فيها بالشوكه او باي ما اي خل عندك، وتسقيها بالحليب بتاعنا. تبتدي تسقيها بالحليب كلها بقى، تحطي عليها الحليب كله وتسيبيها لغايه ما تشربه. بعد ما تبرد معاكي وتشرب الحليب وكل حاجه، تحط الحليب عليها بارد او هي سخنه مش هتفرق في الوصفه دي. هتبتدي بقى بعد ما تبرد خالص وتسقع معاكي او تسيبها في التلاجة شويه، تحط عليها الكريم شانتيه، تغطيها بالكريم شانتيه زي ما انت شايفه، وتنزلي عليها بعدين على الكريم شانتيه بصوص الكراميل بتاعك. انا الجو حر عندي لان انا
في الصعيد في أسوان، فالجو حر عندنا جدا، فعايزة أقول لكم إن الكراميل مع الكريم شانتيه ساح، بس عمل شكل حلو في الآخر صدقوني، يعني عجبني الشكل اللي هو داخل في بعضه كده، هو تحسوه يعني عايم على بعضه بس حلو. انتوا بقى ما تخلاش تسيح منكم عشان تطلع الكريمة حتة والكراميل فوقيها. بصوا شكلها طالعة اسفنجية اسفنجية وهشة وطعمها خطير جدا صدقوني، وهتعجب الناس اللي هي ما بتحبش الشوكولاتات. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واللي حابب القناة ياريت يشترك ويفعل الجرس.